حدث في أسبوع الثورة. السبت 29 من يونيو 2013. في مثل هذا اليوم من أسبوع الثورة، قال مصدر عسكري إن مهلة الأسبوع التي حددها الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع لإيجاد صيغة تفاهم بين مؤسسة الرئاسة وكافة القوى السياسية قد انتهت اليوم، دون تقديم الأطراف المعنية أي مبادرات للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وقبيل ساعات من يوم الزحف لإسقاط الرئيس الإخواني محمد مرسي، حذر المصدر من مقدمات الحرب الأهلية التي لن يسمح الجيش بالوقوع في فخها. لذلك بدأ انتشار القوات المسلحة على مداخل ومخارج كافة المحافظات، وقدم نواب التيار المدني بمجلس الشورى استقالات جماعية دعما لحملة تمرد. وقررت النيابة العامة حبس عشرات المتهمين بحيازة أسلحة نارية كانوا في طريقهم للمشاركة في المظاهرات المؤيدة للرئيس الإخواني في ميدان رابعة. وعلى منصة اعتصام الجماعة الإرهابية، قلل القيادي الإخواني عصام العريان من شأن يوم الزحف، مؤكدا أن 30 من يونيو سيكون يوما عاديا ينتهي في موعده الطبيعي.